السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن طريق تحويل هارد الكمبيوتر القديم سواء الساتا أو الداتا إلى هارد خارجي USB نقدر نشغله على جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو نشغله على الموبايل. هنستخدم في التحويل الأداة اللي هي وسطة التحويل الشهيرة اللي هي الساتا أو IDE زي ما احنا شايفين كده. الوصلة بتيجي محتوياتها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده باور سبلاي، الخارج بتاعه بيبقى 12 فولت زي ما احنا شايفين كده. ده باور سبلاي، الخارج بتاعه بيبقى 12 فولت زي ما احنا شايفين كده قدامنا، 12 فولت تمام. ومعاها الوصلة الرئيسية اللي انا بقدر استخدمها عشان عن طريق الوصلة ديت اقدر احول الهارد عن طريق USB اقدر اشغله على الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل تمام. ودي المحتويات اللي مع الوصلة. ده طبعا الباور الساتا زي ما احنا شايفين كده، ده بركبه في المدخل بتاع الباور زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وعن طريق التوصيل ده احول الوصلة دي، يعني لو شلت الباور ده كده تمام اقدر اشغله على هاردات الداتا القديمة. طب لو انا عندي هارد ساتا، اقوم جاي مركب الوصلة دي كده واقوم جاي ايه عامل لها عمليه تحويل وتشتغل على الهارد الايه الساتا زي ما احنا هنشوف مع بعض تمام. ودي ايه الكابل اللي جاي مع الوصله، بس الكابل ده طبعا صغير فانا جبت كابل اكبر شويه من كيس قديم عندي. كابل اهو زي ما احنا شايفين. اول حاجه هنجيب الوصله بتاعه الايه بتاعه التحويل زي ما احنا شايفين كده، ادي وصله التحويل اهي. اول حاجه الوصله ديت ليها كذا كذا ايه كذا مدخل زي ما احنا شايفين. ده مدخل الساتا، وادي ده وصله الفلوبي ديسك، ودي وصله الايه الهاردات القديمه الداتا. لو انا عندي مثلا هارد قديم زي ده كده، لو انا عندي هارد قديم زي شبه كده مثلا، ده هارد داتا قديم تمام. عن طريق الوصله ديت هركب الوصله في الهارد زي ما احنا شايفين كده، وعن طريق الوصله دي كده انا وصلت الايه وصلت الوصله في الهارد الداتا تمام. وادي ايه ادي الساتا، كابل الساتا اللي هنركبه في الموبايل او الكمبيوتر او اللابتوب تمام. طيب ادي ايه مدخل الباور هنجيبه من ايه. في طريقتين بقى لمدخل الباور، وانا بفضل ايه الطريقه الثانيه. هنتكلم عن الطريقه الاولانيه اللي هي عن طريق الباور اللي جاي مع الوصله. بس الباور ده طبعا معروف ان هو ضعيف وساعات بيعمل مشاكل مع الهاردات، فبلاش طبعا ايه نستخدمه. لو انت عندك باور سبلاي قديم زي الباور اللي معانا هنا، لو انت عندك باور كيس قديم، ممكن عن طريق ان انا اعمل له قفله بين السلك الاخضر والسلك الاسمر زي ما احنا شايفين كده. ادي السلك الاخضر والسلك الاسمر، بنعمل لهم قفله مثلا عن طريق مثلا توصيل السلك، مثلا تجيب سلك وتقشره وتعمل ايه قفله، يبقى الاثنين دول مع بعض، او عن طريق ان انا اقص الكابلين دول والحمهم مع بعض، يبقى كده الباور هيشتغل معايا عادي. لو عندك باور كيس ايه باور كيس قديمه، او عن طريق ان انا اجيب جفت زي ما احنا شايفين كده ووصل ايه الطرف الاخضر مع الطرف الايه مع الطرف الاسمر. طبعا كده لما اجي اوصل التيار الكهربائي على الباور سبلاي هيشتغل معايا عادي. وعن طريق الكابلات بتاعت الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده، ادي كابل الساتا، ده طبعا الخاص بالباورات اللي هي الساتا. وعندك هارد ساتا زي ما احنا شايفين كده، هتوصل فيه الكابل عن طريق كابل الساتا تمام، او عن طريق لو انت هتوصل زي ما احنا شايفين احنا موصلين كده ايه الباور سبلاي عن طريق الكابل اللي هو الداتا زي ما احنا شايفين. دي الطريقه الثانيه للتوصيل اهي، عن طريق كابل الداتا اقدر اوصل الهارد، وعن طريق اليو اس بي اركب الهارد في ايه اركب بقى الوصله ديت في الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل تمام. طيب دي الطريقه الثانيه تمام. لو مش متوفر عندك الباور سبلاي بتاع الكيسه، ممكن تستخدم الباور اللي جاي مع الوصله زي ما احنا شايفين كده. طب لو انا هستخدمه مثلا عن طريق هركبه عن طريق هركبه على هارد داتا زي ده كده، يبقى هشيل الوصله واركب مباشر على طول زي ما احنا شايفين كده اهو. طب لو انا عندي هارد ساتا، لو انا عندي هارد ساتا هنشوف هنعمل ايه بقى. ادي الهارد الساتا اهو تمام، الوصله دي زي ما احنا شايفين كده. هنجيب الكابل اللي احنا قلنا عليه جايبينه من كيسة، او الكابل اللي جاي معاها هنوصله بالشكل ده كده. كده وصلنا ايه الكابل اهو. بعد كده هنوصل
وصلة التحويل بتاعة الباور زي ما احنا شايفين كده اهي، ادي وصلة التحويل. وبعد كده هوصلها فين؟ في قلب الهارد زي ما احنا شايفين كده اهو. كده وصلنا وصلة الايه التحويل في الهارد الساتا، وادي الكابل الداتا اللي جاي مع الوصلة اللي احنا ركبناه او اللي انا جايبه من كيسة. لو عايز تركب الكابل بتاعها، بس الكابل بتاعها قصير شوية، انا جبت كابل اطول عشان يبقى ايه، يبقى مريح معايا وانا شغال اهو. واركب ايه، ادي الكابل. وبعد كده اشغل جهاز الكمبيوتر او اللابتوب وابدا ايه اوصله عن طريق اليو اس بي، وهنشوفه مع بعض. طب لو انت عندك موبايل مثلا، ممكن عن طريق الكابل ده اجيب اشتري وصلة التحويل دي سواء ميكرو او تايب سي على حسب نوع الموبايل عندك، واوصل ايه الوصلة بالشكل ده كده، هتبقى بالشكل ده، وابدا اوصلها عن طريق الايه، عن طريق الموبايل. بس ناخد بالنا ان الموبايلات بتدعم النظام الفائق، لو انت عندك الهارد مثلا متقسم بفات 32، فالوصله بتشتغل معاك عادي، بتفعل خاصيه الاوتو جي وبتشتغل معاك عادي من غير ايه، من غير اي مشكله. لكن لو انت عندك الهارد متقسم ان تي اف اس، فبتنزل تطبيق من المتجر، تطبيق لتشغيل البارتيشنات اللي هي ال ان تي اف اس، وفي شرح ليها مفصل في فيديوهات على اليوتيوب، شرح طريقه التحويل، ان انت ازاي تنزل تطبيق يدعم ال ان تي اف اس عشان تقدر تشغل الهارد او الفلاشه بامتداد ان تي اف اس. هنوصل دلوقتي الوصله دي على جهاز كمبيوتر، وهنستعرض ايه المحتويات اللي موجوده على الهارد، هنشوف الكلام ده مع بعض. وزي ما احنا شايفين كده، وصلنا الهارد الباور سبلاي زي ما احنا شايفين، وعملنا القفله اللي انا قلت لكم عليها هنا اهي، ادي القفله اهي اللي انا قلت لكم عليها، السلك الاخضر مع السلك الاسمر، وادي مروحه الباور سبلاي اشتغلت معايا اهي، وادي التوصيل بتاع الهارد زي ما احنا شايفين كده قدامنا، وادي الوصله، وركبتها في الكابل اللي هو وصلتها في اليو اس بي الخاص بالكيسه اللي معانا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وهنستعرض الايه المحتويات اللي موجوده في الهارد. هنفتح ماي كمبيوتر زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين ادي قدامنا كده الهارد ال 80 متقسم لبارتيشنين. الهارد معانا اللي احنا وصلناه عن طريق اليو اس بي 25 جيجا، ومعانا هنا 50 جيجا زي ما احنا شايفين كده. بنستعرض مع بعض ايه المحتويات ايه الخاصه بالهارد. اقدر اخد منه كليك يمين كوبي، اقدر انسخ منه او مثلا انقل عليه حاجات، لو انا عايز بس انا اخزن عليه حاجات مش يعني احتفظ بيها في الهارد، ممكن انا استخدم الهارد ده مثلا زي فلاشه كده اخزن عليه الحاجات المهمه اللي انا عايزها، عشان لو حصل مشكله في الهارد الاساسي اقدر ان انا استعيد الحاجات اللي موجوده على الهارد الثاني اللي هو القديم. تمام، برضو ممكن ندخل على كليك يمين مانج، تمام، ديسك مانجمنت، ونشوف شكل الهاردات بقى عامل ازاي. ده الهارد الاساسي اللي هو ال 500، وده الهارد الاس اس دي، ومعانا الهارد اللي هو اليو اس بي اللي هو الهارد ال 80. كليك يمين اللي احنا موصلينه عن طريق الوصله، كليك يمين بروبرتيز، ومكتوب هنا ايه اللوكيشن بتاعه، ان يو اس بي ماس ستورج ديفايس. يبقى كده احنا نجحنا ان احنا ايه نشغلنا الهارد اللي هو القديم اللي هو ال 80 جيجا، اللي هو خليناه يشتغل عن طريق اليو اس بي، فقدرنا ان احنا نحول الهارد القديم الى هارد خارجي يو اس بي بطريقه سهله وبسيطه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وعن طريق استخدام باور قديم عندي قدرت اعمل قفله ما بين السلك الاخضر والسلك الاسمر، ويشتغل معايا الباور سبلاي، ووصلت الهارد واشتغل معايا من غير اي مشكله. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناه، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.